بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، معالي الأمين العام، أصحاب المعالي رؤساء الوفود، السيدات والسادة أعضاء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية لابد لي أن أشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة لحضور هذه الدورة الاستثنائية بناء على طلبنا من أجل أن نضعكم بصورة ما يجري في الساحة الفلسطينية ونستمع في النتيجة إلى آرائكم ومواقفكم، لأن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما هي قضية الأمة العربية والإسلامية. وبالتالي في هذه الظروف الصعبة، في هذه الظروف العصيبة، في هذه الظروف المستحيلة، من واجبنا أن نجلس إليكم، أن نستمع إليكم، أن نرى ما هي الآراء التي يمكن أن تزودونا بها، والموقف الذي يمكن أن نستمعه منكم حتى نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، خصوصا وأننا مقبلون على دعوة برلماننا أو المجلس المركزي الفلسطيني في منتصف الشهر القادم ليتخذ القرارات المناسبة. ولذلك وقبل أن يعقد هذا المجلس قررنا أن نأتي إليكم إخوتنا الأعزاء لنستمع إليكم ونضع آراءكم ومواقفكم أمام هذا المجلس عندما يتخذ موقفا حاسما نهائيا بالنسبة لما نواجهه ولما نعانيه هذه الأيام من الجهات المختلفة. بداية أيضا أريد أن أشكركم على المواقف التي سمعناها في قمة الظهران وفي قمة تونس من دعم للقضية الفلسطينية، إجماع عربي على دعم القضية الفلسطينية، وهذا شيء نعتز به وليس غريبا عليكم وليس غريبا على مسامعنا أن نستمع إلى مثل هذه المواقف، لأن قضية فلسطين هي قضيتكم أولا وأخيرا. الإخوة الأعزاء، لدينا ثلاثة مواضيع لابد أن نطرحها أمامكم، وهذه المواضيع تتعلق بمواقف جهات ثلاث. الموضوع الأول هو العلاقة مع إسرائيل، والموضوع الثاني هو العلاقة مع أمريكا، والموضوع الثالث وهو موضوع داخلي وهام جدا وهو العلاقة مع حماس. إلى أين وصلت هذه الأمور وما هو موقفنا الذي لا بد أن نتخذه، خاصة هذه الأيام بعد أن وصلت الأمور إلى مستوى لا يمكن أبدا السكوت عليه. بالنسبة لإسرائيل أيها الإخوة، كما تعلمون نحن عقدنا معهم اتفاق أوسلو في عام 1993، وهذا الاتفاق استبشرنا به خيرا أنه سيكون بداية للسلام بيننا وبين إسرائيل، عقد في ذلك الوقت مع السيد إسحاق رابين. وكان هناك كما تعلمون مدة 5 سنوات قيل إنها ستكون من أجل المفاوضات للحل النهائي، ولكن مع الأسف الشديد بعد فترة من الزمن اغتيل إسحاق رابين واغتيل معه هذا القرار وهذا الموقف، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم نسمع شيئا لا عن المرحلة الانتقالية ولا عن المرحلة النهائية. وجاء السيد نتنياهو الذي لا يؤمن بالسلام، لا نتجنى نحن عليه، وإنما نعرف
تماما من خلال مواقفه، من خلال تصريحاته، من خلال تلميحاته، إلى أنه لا يؤمن بالسلام بيننا وبينه، ولذلك كان دائما يقول لا يوجد شريك فلسطيني، مع أننا نمد أيدينا له من أجل سلام حقيقي واقعي فعلي مبني على الشرعية الدولية لا أكثر ولا أقل. منذ 93 إلى يومنا هذا لم نمر بأي مرحلة يمكن أن نشعر أن هناك أملا فيها إلا مرحلة أهود أولمرت الذي تفاوضنا معه فعلا، تناقشنا معه فعلا، ولكن لم نصل إلى نتيجة. والسبب أنه وأثناء المفاوضات جئنا لنلتقي به فوجدناه قد أخذ إلى السجن ولم ينتهي الحوار بيننا وبينه. هناك من يدعي أو يقول إن هناك عروضا قدمت لنا من قبل السيد أولمرت، والحقيقة الأكيدة التي صرح بها أولمرت نفسه فيما بعد إنه كانت هناك تفاهمات بيننا وبينه، وهذه التفاهمات لم تكتمل ولم تنتهي ولم تعالج كل المشاكل وكل القضايا، وتوقفت عندما توقف هو عن كونه رئيسا لوزراء إسرائيل. بعد ذلك إسرائيل، الاتفاق الذي بيننا وبينها هو اتفاق أوسلو، نفضت اتفاق أوسلو ونقضته جميعا، ونقضت كل الاتفاقيات التي جاءت بعده، وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي الذي عقد فيما بعد بيننا وبينهم. باختصار شديد أستطيع أن أقول لكم إن إسرائيل قد نقضت جميع الاتفاقات التي بيننا وبينها ولم يعد يجمعنا شيء، والسؤال إلى متى سنبقى ننتظر أو نتحمل أن إسرائيل لا تحترم أي اتفاق بما في ذلك اتفاق أوسلو وهو الأساس، إلى اتفاق باريس، إلى الاتفاق الأمني، إلى اتفاقات كثيرة، ونحن نلتزم بهذه الاتفاقات جميعها، بمعنى كل الاتفاقات إلى الآن نحن نلتزم بها وإسرائيل لا تلتزم بهذه الاتفاقات. وآخر ذلك المقاصة المالية التي بيننا وبينهم بناء على اتفاق باريس، وهي تنص على أن إسرائيل تجمع الأموال الضرائب والجمارك، باعتبار نحن لا سلطة لنا على الحدود، إنما هي المسؤولة عن الحدود، تجمع هذه الأموال وتقدمها لنا بعد أن تأخذ أجرتها 3% من الأموال التي تجمعها. مؤخرا قبل سنتين تقريبا قالت نحن نحتج على دفعكم الأموال لما يسمى المخربين المجرمين، أي الشهداء والأسرى والجرحى. لماذا؟ قالوا هؤلاء مجرمون وبالتالي يجب أن لا تدفعوا لهم الأموال. نحن ندفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى منذ عام 1965، لأن هؤلاء قضوا أو سجنوا أو جرحوا بناء على مصلحة وطنية ومن أجل مصلحة وطنية وليس لأسباب شخصية. ومن واجبنا أن نرعى أسرهم، من واجبنا أن نرعى عائلاتهم حتى لا يضيعوا في الشوارع. فصممنا منذ ذلك الوقت أن ندفع الأموال لهذه العائلات، إلا أن إسرائيل في الأشهر الأخيرة قالت نحن نرفض نرفض نرفض. قلنا لا بأس، لماذا لا نجلس معكم نحن وإياكم والأمريكان لنبحث هذا الموضوع؟ وكان الأمريكان بطبيعة الحال يدافعون عنهم، وقالوا الأمريكان لا نريد أن نجلس معكم. طيب
بلاش. الإسرائيليون ممكن أن نجلس معكم لنبحث هذا الموضوع ونقنعكم أو تقنعونا بأنه هذا الموضوع صح أو غلط. رفضوا، ثم فوجئنا بأنهم يخصمون الشهر اللي قبل الماضي 182 مليون شيكل، أي حوالي 65 أو 60 مليون دولار. لماذا؟ لأموال الشهداء وعائلاتهم والأسرى وغيرهم. وطبعا هناك قضايا أخرى تتعلق بالماء والكهرباء والمجاري وغيرها التي نحن ندفعها أو نحن نلزم أنفسنا بها من أجل من أجل قطاع غزة. وأيضا في هناك بعض الأموال، بعض التكاليف التي تقدم لنا. طيب أين هي؟ كيف؟ لماذا تخصمون هذا المبلغ دون أن تسألونا على الأقل كيف دفعتم أو كيف خصمتم هذا المبلغ؟ قالوا أنتم ليس لكم علاقة، نحن نخصم وبس، وأنتم عليكم أن تستمعوا. 182 مليون شيكل. الشهر الذي بعده خصموا 192 مليون شيكل. لماذا؟ نحن لا ندري. وأبقوا الأموال عندهم وقالوا تعالوا استلموا الباقي. قلنا نحن لن نستلم قرشا واحدا. وهنا وصلت الأزمة إلى ذروتها بيننا وبين الإسرائيليين، وكان هذا أحد أهم الأسباب التي تجعلنا الآن نقف هذه الوقفة ونطلب منكم أن تقفوا معنا لنستمع إليكم وتستمعوا إلينا ونعرف ما هو القرار، ما هو الموقف الذي يجب أن نتخذه بخاصة وأن الضفة الغربية امتلأت بالاستيطان. هناك تصريحات كثيرة من الإسرائيليين بأنهم سيضمون المناطق الاستيطانية، بل سيضمون الضفة الغربية بكاملها لدولة إسرائيل. نحن نعيش الآن، الآن نعيش بطريقة الأبارتايد أو طريقة التمييز العنصري، لأنه في هناك قانون مختلف الذي يطبق علينا، لكن بعد الضم ستصبح هناك فعليا الأبارتايد موجودا ومطبقا علينا. ولكن الذي نريد أن نعرفه هو أنهم لن ينسحبوا من الأراضي الفلسطينية المحتلة بخاصة، وأن الموقف الأمريكي الذي سآتي عليه قال إن القدس هي عاصمة أبدية لدولة إسرائيل. الآن هذه المواقف الإسرائيلية كلها تجعلنا نقف وقفة لنقول ماذا سنفعل، ماذا سنقول لشعبنا؟ هل نقبل هذا الوضع؟ هل نرفض هذا الوضع؟ وكيف نرفضه؟ وكيف نقبله لا سمح الله؟ لأننا لن نقبل هذا الوضع كما رسمته إسرائيل بعد هذه المدة. إذن هذا هو الموقف الإسرائيلي منذ 1993 إلى يومنا هذا. لم نرهم يطبقوا بندا واحدا من بنود الاتفاقيات التي بيننا وبينهم. وأضيف أيضا إن إسرائيل لم تطبق قرارا دوليا واحدا منذ عام 1947 إلى يومنا هذا. هناك 722 قرار من الجمعية العامة، وهناك 86 قرار من مجلس الأمن، وهناك عدد كبير من القرارات في جنيفا في حقوق الإنسان لم يطبق قرار واحد أحد إطلاقا. والسبب أن إسرائيل ترفض، ولكن السبب الأهم أنها مدعومة كل الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أمريكا تقف وراء إسرائيل في عدم تطبيق القرارات، في البلطجة للشرعية الدولية، في أن لا تحترم أي شرعية دولية، وبالتالي
كيف سنصل إلى حل؟ أن نصل لحل عبر الوساطة الأمريكية غير النزيهة، أو أن نصل إلى حل عبر رؤية السيد نتنياهو الذي يقول لا حل إطلاقا مع الفلسطينيين، لأنه حسب زعمه لا يوجد شريك فلسطيني؟ أم ماذا نفعل؟ جئنا إليكم لنسمع منكم أيضا ماذا نفعل في هذا الموضوع. القضية الثانية وهي قضية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قدس الله سرها. في أيام السيد أوباما كنا نسمع من وزير خارجيته جون كيري أن هناك مشروع سيقدمونه لنا. نعم كويس، أين هو المشروع؟ قل المشروع معي، ها هذا هو. وين ورجيني يا ولدي، ها شفتوا؟ لك وينه؟ اللي ها شفتوا؟ طبعا لا شفتوا ولا شافني، وبقي 8 سنوات يقول لي شفتوا وما شفتوا، انا ما شفت شيء، ما شفت شيء ابدا. وشو المشروع؟ لا اعرف عنه شيئا. وانتهى عهد اوباما ولم نسمع شيئا عن المشروع، وجاء عهد السيد ترامب، حتى نسيت اسمه كمان، وبدأنا التقينا معه أول مرة واستبشرنا خيرا، والتقيت معه مرة أخرى في الرياض في القمة إياها واستبشرت منه خيرا، والتقيت به مرة ثالثة في بيت لحم واستقبلته استقبالا رسميا يليق برئيس دولة عظمى هي الولايات المتحدة، وتكلمنا كلاما جميلا واستبشرنا خيرا، والتقيت به المرة الرابعة. وفي المرة الرابعة جلسنا نصف ساعة، وبصراحة شعرت أننا ممكن أن نحل القضية الفلسطينية بعد نص ساعة تانية. لماذا؟ لأنني سألته سيادة الرئيس أنت تؤمن بدولة أو دولتين؟ الدولة هيك والدولتين هيك، قال لا أنا أؤمن بالدولتين وهلا بعلن، الآن مستعد أعلن دولتين. فقال له أحد المساعدين النجباء سيادة الرئيس طول بالك، قال له طيب بنطول بالك. طيب دولتين على أساس؟ قلت له سألته على أساس حدود 67، قال لي على أساس حدود 67. بعلن هلأ، قال له سيادة الرئيس طول بالك، مع أجريد سوابس، قلت له موافق أنا مستعد. الأمن طبعا كل الضفة الغربية التي احتلت عام 67 والقدس وغزة هي الأراضي المحتلة، نعم. الأمن قلت له الناتو ممكن يكون، الو عظيم الناتو عظيم، نحن من الان مستعدين. سأل احد مساعدينه كم جندي عندك؟ قال له 6000. قال له ما بكفي حضرهم مشان اوديه. وجدت ان الحل اصبح كاملا بيننا ولم يبقى شيء. قلت له الشرعيه الدوليه، قال الشرعيه الدوليه. هذه كانت الجلسه الرابعه بيننا وبين الرئيس ترامب، وبعد اسبوعين اعلن حفظه الله نقل سفارته إلى القدس، واعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ووقف المساعدات عن الأونروا، وإنه ما فيش لاجئين، شوية لاجئين 2000 أو 10,000 أو 20,000. ثم أوقف كل المساعدات التي تقدم لنا من الإدارات السابقة بما في ذلك الأونروا، وهي حوالي 844 مليون دولار، ومشى في هذا. الأمن لإسرائيل استيطان شرعي، لماذا يفعل هذا؟ أين ما هو الكلام الذي قاله قبل أسبوعين وقاله الآن
الكلام تماما متغير. فنحن كانت ردة فعلنا الأولى أوقفنا الاتصال مع الإدارة الأمريكية. عايز نحكي معهم. ولكن هناك اتصالات أخرى استمرت ومستمرة إلى الآن، وهي التعاون الأمني الدولي بيننا وبينهم، لأننا كما تعلمون أيها الإخوة نحن بيننا وبين 83 دولة عربية وأجنبية بروتوكولات اسمها التعاون الأمني لمحاربة الإرهاب، ونحن مع محاربة الإرهاب بكل أشكاله وبكل ألوانه وبكل مصادره وبكل ينابيعه أينما كانت، جاي من هنا هاي الجهة أو تلك الجهة، نحن ضده. ولذلك نتعاون مع أمريكا، فالتعاون مع أمريكا للآن قائم. كان بيننا وبين الرئيس أوباما اتفاق رسمي ومكتوب، ومكتوب إنه في هناك منظمات دولية أتيح لنا أن ننتسب إليها بمناسبة قبولنا عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، وهي 520 منظمة. فبدأنا ننتمي إلى هذه المنظمات. الرئيس أوباما قال لي طول بالك، في 22 منظمة، بتمنى عليك ما تقترب منهم. قلت له مقابل؟ قال لي ايش بدك؟ قلت له اولا سفارتنا او مكتبنا في واشنطن يبقى. قال نعم. المساعدات تبقى. قال نعم. نعم دولتين على حدود 67. قال نعم. قلت له اكتب لي هذا كتابك. كتب كتابه. قلنا له باتفقنا. نعم. طبعا كل هذا الاستيطان والاستيطان غير شرعي، والقدس الشرقية أرض محتلة. أوكي. كتب هذا كتابة، وبناء عليه نحن التزمنا بأن لا نذهب إلى هذه المنظمات. عندما جاء ترامب وألغى كل شيء، نحن نعتبر أنفسنا في حل من هذا الاتفاق الذي كتبوه ونقضوه. الآن السؤال، صفقة العصر ما هي؟ بعد أن ضموا القدس واعترفوا بها عاصمة لدولة إسرائيل ونقلوا سفارتهم لها وألحقوا القنصلية الأمريكية الموجودة في القدس منذ القرن التاسع عشر، ألحقوها بالسفارة، والاستيطان شرعي، وأكثر هيك إن الأراضي المحتلة 67 ليست أراضي محتلة. شو هي؟ ملهاش صفة. شو يعني؟ الضفة الغربية شو؟ مش أراضي محتلة، لكن شو هي؟ يعني إسرائيل تستطيع أن تعمل فيها أي شيء، يعني تستطيع أن تضم. هذا كلام أمريكي، وهذا كلام سفير أمريكا في تل أبيب، في صار في القدس، هلا في القدس ديفيد فريدمان. نعم. فإضافة إلى كل هذا، إلى كل هذا، ونحن كعرب من واجبنا أن ندافع أنهم ضموا الجولان، ونحن لا نقبل بأي حال، كما لا نقبل ضم القدس لا نقبل ضم الجولان ولا نقبل ضم المزارع اللبنانية المحتلة حتى الآن. كلها أراض عربية وكلها نفس المستوى بالنسبة لنا، ولذلك ندافع عليها وعنها بنفس المستوى الذي ندافع به عن أرضنا، ونقول الجولان والمزارع اللبنانية هي أراض محتلة وعلى إسرائيل أن تنسحب منها وبسرعة. هذه كلها التي يقولون أنه ولسه لم تأتي صفقة العصر. أسأل نفسي ماذا بقي حتى يقدموه لنا،
حتى ننتظره حتى نفرح به. أخذوا القدس والأراضي المحتلة وألغوا اللاجئين والمستوطنات شرعنوها والأراضي لم تعد محتلة. طب شو بقي؟ أنا بقول بدهم يضحكوا علينا بما تبقى. أنا بقول لا يوجد ما يقدموه، وإذا أرادوا أن يقدموا شيئا فهو سيكون سوءا على سوء، سوءا على سوء لما قدموه وسيقدمونه. وبالتالي لابد أن نتخذ القرار المناسب، لأنه لم يعد ممكنا أن نسمع وأن نرى أن القدس المقدسة ضمت لإسرائيل ونقول انتظروا. ننتظر، ننتظر ماذا بعد هذه الجريمة؟ ماذا يمكن أن ننتظر من أمور أخرى تحتاج إلى هذا الانتظار؟ لا أعتقد أن ذلك ممكن، وبناء عليه جئنا إليكم. الموضوع الثالث، في شيء غيره، هو موضوع حماس. حماس أيها الإخوة، في عام 2006 دخلت انتخابات تشريعية ونجحت بها، وباعتبار نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بالنزاهة ونؤمن بالشفافية، قلنا لهم أيها الإخوة انتصرتم في الانتخابات شكلوا حكومتكم. فشكلوا الحكومة، ثم ولكن هذه الحكومة بقي، يعني بقي النزاع والمشاكل في غزة، فدعينا إلى المملكة العربية السعودية. دعانا المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز، يا عم شو اللي مالكم؟ مختلفين على إيش؟ إحنا مش مختلفين. طيب خلينا نشكل حكومة وحدة وطنية. فشكلنا حكومة وحدة وطنية وأقسمنا على أستار الكعبة أن نحترمها. وبعد ذلك بثلاثة أشهر أو أقل انقلبوا على حكومتهم، يعني رئيس الحكومة منهم، فانقلبوا على حكومتهم وعملوا الانقلاب المشهور. فجئنا إليكم إلى الجامعة العربية هنا، إخوتنا ماذا نفعل؟ لا نريد أن نحل المشكلة بأي طريقة أخرى غير الحوار. فقلتم حسنا ما فعلتم. طيب من يكلف بهذا الأمر؟ قلتم مصر. قلنا على بركة الله، وبدأت مصر مفاوضات ومشاورات ومفاوضات ومشاورات، وتدخلت دول عربية أخرى وعملت أيضا اتفاقيات، وعملنا اتفاق 2011 و2012 و2014، ولم يحصل شيء. وأخيرا في 2017، في أكتوبر أظن 2017، قال لنا إخوتنا المصريين تعالوا، هناك حماس تريد مصالحة. قلنا أبشروا يلا. جئنا إلى القاهرة، نعم المصالحة على أساس، نقول المصالحة على أساس إنه حكومة واحدة مش حكومتين، وانتخابات وحكومة وحدة وطنية، ويوم نقول حكومة واحدة يعني سلاح واحد وقانون واحد وسلطة واحدة، قالوا موافقين. عال على بركة الله بدأنا نعمل، وبدأنا نذهب إلى غزة. ثم حصلت عملية ضد رئيس الوزراء ومدير المخابرات، انفجار، بدهم يقتلوهم. قالوا لا، اللي عمل هذا الانفجار مدير المخابرات. طيب يعني مجنون يحكي وعقل يسمع. مدير المخابرات بيعمل انفجار له لحاله ليقتل حاله مشان يثبت انه الاتفاق غير صحيح. فتوقفنا، ثم عدنا مرة اخرى ولا زلنا مصممين على المفاوضات، على المصالحة، علما بان اسرائيل كشفت عن وجهها وقالت نحن نساعد كل عنصر ممكن من أجل أن لا تكون هناك مصالحة وأن لا تعود
غزة إلى عباس. هذا قالته إسرائيل مش أنا، نتنياهو شخصيا مش أنا، هو الذي قال. ومع ذلك أيها الإخوة الأعزاء، يقال إننا نحاصر حماس. نحن للآن منذ البدايات إلى يومنا هذا في كل شهر ندفع من ما يصلنا من مساعدات عربية وغير عربية. الآن ما عادش في أمريكا ما عادت تدفع، والآن الوضع صار صعب وفلوس. ومع ذلك نحن بندفع 100 مليون دولار شهريا لحساب غزة، لحساب غزة. طبعا نحن أهلنا أهل غزة، ومن واجبنا أن نقدم ما نستطيع، والذي نستطيعه هو أن ندفع نصف ما يأتينا من أموال إلى غزة، والنصف الثاني نصرفه على الضفة الغربية. ولا زلنا للآن نصرف هذا، ومع ذلك حماس ترفض المصالحة ولا تريدها، وإنما تبحث عن تهدئة هنا وتهدئة هناك من أجل أن تتهرب من قضية المصالحة ومن قضية عودة الوطن موحدا، لأنه هي الطريقة الوحيدة التي نواجه بها نتنياهو. في الماضي كان نتنياهو يقول لي إذا حكيت مع حماس فنحن يعني سنغضب عليكم لأنكم تتكلمون مع إرهابيين. الآن هو بجيب الأموال للإرهابيين بنفسه وبيعطيهم إياهم. طيب، وإذا أجينا قلنا له طب خليني أحكي سياسي، يقول لي مع مين أحكي سياسي؟ ما أنتم مقسمين. إذا حكينا مع حماس بقول لك ما تحكوا معهم، وإذا طلبنا السلام بقول لك مع مين نحكي؟ أنتم مقسمين. هذا هو الوضع الموجود في الضفة الغربية وفي غزة، وهذا هو الموجود عندنا، والذي نحن قلنا لابد من وقفة، لكن هذه الوقفة لن نقفها قبل أن نتحدث معكم وإليكم ونستمع إليكم ونتمنى عليكم أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن تدعمونا سياسيا. إذا كنا غلطانين قولوا لنا غلطانين، وإذا كنا صح فقط تقبلوا ما نقبل به وترفضوا ما نرفضه، وفقط لا نريد أكثر ولا أقل، وهذا بيكون موقف عربي سليم. النقطة الثانية، من كم سنة نحن نتوقع هذا اليوم، نتوقع هذه الأيام، ونقول كيف يمكن أن نتدبر أمرنا إذا عملنا كذا وكذا؟ فلا بد من تأبين شبكة الأمان. فطلبنا منكم إخوتنا هل تؤمنوا لنا شبكة أمان؟ فقلتم نعم. في القمة الأخيرة قلنا يا أخوانا نريد شبكة الأمان، فقلتم نعم. الآن بقولكم سنأخذ هذه القرارات، ونحتاج بالإضافة إلى موقفكم السياسي إلى شبكة الأمان. فهل أنتم فاعلون؟ نحن كلنا آذان، سنستمع إليكم، نستمع إلى موقفكم بكل الاحترام وبكل التقدير، وسأقدم كل ما أسمعه إلى البرلمان الفلسطيني أو المجلس المركزي الفلسطيني لأقول له هذه آراء إخوتكم الدول العربية وهذه هي مواقفكم، فانظروا ماذا ترون. أيها السيدات والسادة أصحاب المعالي، شكرا لكم جزيلا على حسن استماعكم، ونحن سنكون كلنا آذان لنستمع لنصائحكم، وشكرا.